أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية دعت إلى المشاركة في مسيرة مركزية تنطلق من مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا رفضا لسياسات الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مع الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير نبال فرسخ. هو يوم غضب شعبي عارم في وجه الاحتلال ومستوطنيه، أعلنته الفصائل الفلسطينية اليوم، وكرسه الفلسطينيون بمواجهات اندلعت في معظم المناطق. هنا من أمام مخيم قلنديا شمال القدس انطلقت مسيرة باتجاه حاجز قلنديا العسكري، إلا أن الاحتلال سار لقمعها بشتى الأسلحة. هي ردة فعل طبيعية ومسيرات شعبية ومقاومة شعبية ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، وخاصة في إجراءات الاحتلال الذي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتنفيذها في المسجد الأقصى المبارك في التقسيم الزماني والمكان. على طريق الشهداء الأربعة الذين سقطوا خلال 48 ساعة الماضية دفاعا عن الأقصى، سار هؤلاء الشبان فخرجوا في مسيرة صوب القدس، ولكن الاحتلال منعهم من الوصول بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، عدا عن إغراق المنطقة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، من بينها إصابة المصور صلاح زياد برصاصة في بطنه. بدأت الهبة الجماهيرية، الهبة تتصاعد تتسع يوما بعد آخر. مطلوب من القيادة من القوى الوطنية الفلسطينية كلها أن ترتقي إلى مستوى الشارع من خلال أخذ هذه الفعاليات، أخذ هذه الهبة، الانخراط فيها بكوادرها بفعالياتها، وبالتالي السير بالانتفاضة نحو أهدافها المجهولة. وفي ظل الهبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية حاليا، يبقى السؤال قائما: هل ستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني بانتفاضة ثالثة، رغم أن القيادة السياسية ترفض أي تصعيد أمني؟ نحن نعيش بداية انتفاضة جديدة، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا الحراك الجاري أكبر بكثير مما يظن البعض، الذي يجري إدراك عميق من الشعب الفلسطيني أنه لا المفاوضات تفيد ولا الاتفاقات لها قيمة، مزقتها إسرائيل كلها. رغم اليأس والتخدير الذي أصاب الفلسطينيين لسنوات طويلة، إلا أنه وأخيرا تمكن المسجد الأقصى من إشعال فلسطين من شمالها حتى جنوبها، فهم الفلسطينيون ينتفضون لاستعادة دورهم النضالي في مقارعة الاحتلال. فاحذر يا محتل من غضب الفلسطيني الذي إذا اشتعل لن يوقفه قتل ولا قمع ولا اعتقال. من أمام حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، نبال فرسخ، رؤية.